في إطار جولته على المناطق اللبنانية، زار رجل الأعمال بهاء الحريري محافظة عكار، حيث استقبل بنسر الورود والزغاريد والأناشيد من قبل المواطنين الذين أبدوا ترحيبا خاصا بزيارته إلى منطقتهم، مؤكدين دعمهم المطلق له والوقوف إلى جانبه وتحقيق مشروعه البنيوي، كذلك الاستفادة من الأخطاء خلال السنوات السابقة. وقد عقد الحريري سلسلة من اللقاءات والاجتماعات شملت عددا كبيرا من شخصيات وفعاليات المنطقة، إضافة إلى وفود شعبية، وأكد أمامهم أن أساس مشروعه سياسي وعنوانه هو الرجوع إلى الطائف عبر مسار استكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي أعطى استقلالا للبنان وأخرج البلاد من حرب أهلية برعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية التي لها فضل على لبنان واللبنانيين. وأضاف: نحن مدينون للمملكة إلى يوم الدين. واعتبر الحريري أن التطرف أيا كان شكله لا يبني مؤسسات ولا يخدم الوطن، بل من شأنه زعزعة الاستقرار. وأشار إلى أنه منذ قرابة السنتين عندما قرر عقد لقاءات في قبرص مع شخصيات وفعاليات لبنانية، كان يرى حينها أننا أمام كارثة قريبة ستحل بلبنان، وهذا ما حصل. لذلك قرر التريث في إطلاق مشروعه السياسي كي لا يكون جزءا من هذه الكارثة. وقال: رغم أن لبنان بلد صغير في حجمه، ولكن تأثيره كبير في المنطقة، لذلك علينا أن نتعامل بحذر في سياساتنا الخارجية. وردا على سؤال حول كلمة يا قوم التي قالها أثناء تشييع الشهيد الحريري: يا أيها القوم، يا أيها القوم، اسمعوني، يا أيها القوم، قال بهاء: لقد كان يوما صعبا، لقد وقع النعش على الأرض وفتح بسبب تدافع وتهافت الناس، فتم حملي على الأكتاف وخطبت الناس بطريقة عفوية بعبارة يا قوم إكرام الميت دفنه، ولكن هذه الكلمة اقتطعت وتم تفسيرها بسياق مختلف.